النادي الاهلي امام النادي الاسماعيلي النهارده، اعتقد الشباب كانوا قد المسؤوليه، وزي ما قلنا اي 11 لاعب هيلبسوا تيشيرت النادي الاهلي هيبقوا رجاله، وعند حسن ظن جمهور النادي الاهلي. معانا محمد مغربي مدافع الفريق. يا محمد يعني الف مبروك الاداء، يمكن طبعا كنا نفسنا نحققوا المكسب النهارده، لكن اعتقد كنتوا عند حسن ظن جمهوركم وعملتوا مباراه كبيره النهارده. الحمد لله طبعا عن النتيجه، بس النتيجه بالنسبه لنا مش مرضيه. احنا لابسين تيشيرت النادي الاهلي، احنا نازلين نلعب على المكسب ايا كان احنا مين. احنا متربيين في النادي من واحنا صغيرين على المكسب، مفيش حاجه تانية. التعادل بالنسبه لنا ده زيه زي الخساره يعني. والحمد لله على الاداء، احنا كنا نستنى النهارده نكسب، ضيعنا اكتر، كنا ماسكين كوره وكان لعيبه كانت رجاله، بس يعني نوعد ان شاء الله الجمهور الماتشات الجايه يبقى فيه مكسب يعني، عشان هو ده اي لعيب في النادي الاهلي بيلبس التيشيرت ده لازم يكسب، مفيش حاجه اسمها تعادل. اهم تعليمات الجهاز الفني، وكان الكلام على ايه معاكم قبل المباراه؟ طبعا الجهاز الفني مستر بيتسو موسيماني وكابتن سعد عبد الحفيظ وكابتن سامي قمصان، كلهم مدينا ثقه كبيره جدا، بيقولوا لنا نلعب بشخصيه النادي الاهلي، ما نخافش نلعب، واحنا يعني لعيبه معلش يعني احنا كبار يعني، احنا اقل واحد فينا عنده 20 19 سنه، ده لعيب كبير مش لعيب صغير. فهم مدينا الثقه وقالوا لنا المسؤوليه عليهم، ونهدى ونلعب لعبنا وان شاء الله نكسب باذن الله، والتوفيق في اللي جاي مغرب ان شاء الله. شكرا.